قمر، في لي عندك امانه صغيره وجاي اخذها. وليش جايب هالكلب معك؟ لك لا تقول كلب. بس راس ولا وين عبير؟ كل يوم بدك تطلع لي بهالاسطواني. عبير مو عندي. عندك وانا بعرف انه عندك. قلت لك اخراس احسن ما اقطع لسانك. عمي اعطيني عبير خلينا نمضي هالليلة على خير. واذا ما اعطيتك اياها شو بدك تعمل؟ باخذها غصب عنك، هي بنتي وانا مسؤول عنها. انت رميتها ليش بدك اياها؟ في عندها شغلة الي باخذها وبمصالة رقبتها او برد لك اياها. واذا ما اعطتك اللي عندها شو بدك تعمل؟ ما في شيء، البنت ضايعه وانا مبلغ عنها، تتعرض لحادث بسيط بتروح فيه تورتها امها، وبكل الاحوال انا رح اخذ كل شيء. بدك تقتلها؟ المهم اخذ اللي بدي اياه. ما تشيل ايدك رح تخنقني. بدي موتك وخلص العالم ما يشرك. خلف راتب. مجنون؟ قتلته؟ بدي قتله كان رح يموتني. يقوم نهرب روح. استنى ندور بالغرف على عبير. هلا شيلني من عبير اذا شافتنا بشنقونا. يلا روح. تعال هون خلينا ناخذ مصاري بلونه. مصاري؟ شو؟ هون المصاري. يلا كسير. مصاري؟ يلا ما يكون في غيره بدور. ما في غيره؟ معقول يكون شاكر ترك هذا بس من شاء عمره؟ يلا روح امشي خليني بدور.